يا جماعة، ركان شريف هو يعتبر أحسن بروديوسر هيب هوب موجود في مصر، لأن مفيش حد بيعرف يشتغل زي ما هو بيشتغل كده. الراجل ده بيشتغل بنفس الأسلوب بتاع بره، وأنا ما شفتش حد في مصر بيشتغل زيه. ولما بيركز في الشغل بيتعب جامد عليه. ف يعني أنا أرشح لكم ركان لو أنتوا بتفكروا في بروديوسر محترم يشتغل على المزيكا بتاعتكو، وأتمنى التوفيق للجميع.